الأخ محمد من طرابلس يقول اشترى أرضا عن طريق وكيل، أعطى المال لوكيل واشترى له أرضا، وبعد ذلك عندما أراد أن يستلمها منه وسجلها باسمه يبدو، طلب منه مالا. التسجيل باسمه إذا كان هو ما دعتاش إليه ضرورة حرام عليه، ما يجوز، لأنه يعد بداية غصب، إلا إذا كان أثناء الشراء يعني لم يجد يعني الأوراق التي تخول بأن يسجل باسم صاحبها وعملها من أجل أن يحرص على تنفيذ الوصية ويشتري له. ثم بعد ذلك فيما يتعلق بالأجرة، إذا كان هو اتفقوا على أجرة فلابد أن يعطيه الأجرة، وإذا ما اتفقوش على أجرة والوكيل هذا من أول أمره في نيته أنه يريد أن يفعل هذا العمل بأجرة لا تطوعا، من بادي الأمر يكون عند هذه النية، فينبغي له أن يعطيه أجرة مثله، مش أي مبلغ يطلبه. لو أنت بتوكل شخص يقوم لك بإجراءات شراء أرض، كم في العادة يأخذ؟ يأخذ 1000، 2000، 3000، ينبغي أن يعطيه إذا كان هو قال أنا غير متطوع. لكن إذا طلب مبالغ كبيرة فهذا ظالم، ويريد أن يغتصب أموال الناس ويأكلها بالباطل، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل، حرام، لا يجوز.